Data will be sent. نروح لأخبار محترفينا في الخارج ونشوف جولتنا النهاردة مع الجي بي اس، أخبارهم إيه مع أنديتهم ومساهماتهم أو مشاركاتهم مع فرقهم في البطولات المختلفة. ونبدأ مع مو صلاح اللي عاد للتألق وبشدة الحقيقة وقوة مع ليفربول. محمد صلاح شارك في مباراة ليفربول الأخيرة واللي انتهت بفوز عريض الحقيقة 4-1 في الدوري الإنجليزي على برينتفورد، ومدة مشاركة صلاح كبديل طبعا نزل لعب لمدة 46 دقيقة، أحرز هدف من الأربع أهداف اللي سجلهم ليفربول في المباراة وصنع هدف آخر. والحقيقة غير صناعة الهدف والتسجيل كان ليه دور مؤثر جدا في خلق عدد كبير جدا من الفرص. لعيب صلاح تحسه كان فايق في المباراة دي بشكل كبير جدا، إهدار فرص مؤكدة مرة وحيدة، صناعة فرص مؤكدة مرة وحيدة، تمريرات مفتاحية مرتين، مراوغات اتنين نجح في المرتين. وتقييمه في المباراة دي رغم فترة مشاركته يعني ما كانتش كبيرة، لكن تقييمه كان عالي جدا في المباراة أو في مواجهة برينتفورد، أخذ صلاح 8.1 درجة، والمباراة اللي جاية هتبقى أمام لوتون تاون في الدوري. قبل بس ما اروح للمحطه اللي جايه اعتقد هتكون مرموش، خليني اقول لكم ان في كلام على انه محمد صلاح اتجددت اصابته في الركبه مره ثانيه، لكن لغايه النهارده ما عندناش تفاصيل كتيره عن حجم الاصابه او مده الغياب بتاعه محمد صلاح. نتمنى له السلامه طبعا وسرعه العوده والشفاء. نروح لالمانيا مع اينتراخت فرانكفورت، عمر مرموش المتالق، واحد من متالقين مش في فرانكفورت لكن واحد من نجوم تقدر تقول يعني وانت مرتاح، واحد من نجوم الدوري الالماني السنه دي عمر مرموش، شارك في مباراه فريقه الاخيره امام فرايبورغ في الدوري الالماني في البونزليجا. المباراه دي انتهت بالتعادل بنتيجه 3-3. مرموش شارك في المباراه دي 86 دقيقه واحرز هدف من الثلاث اهداف اللي سجلهم فرانكفورت، صنع الهدفين الاخرين. تمريرات في المباراه كان ليه 15 تمريره بنسبه دقه 73%، تمريرات مفتاحيه 3، صناعة فرص مؤكدة مرة وحيدة، تقييمه 8.7 درجة. وإينتراخت فرانكفورت حاليا في المركز السادس في البونزليجا برصيد 33 نقطة، والمباراة المقبلة للفريق هتكون أمام رويال يونيون في الدوري في دوري المؤتمر الأوروبي. وقبل ما نروح أو نستكمل الجولة، أنا يعني طبعا اللي بيتفرجوا على الدوري الألماني أو اللي بيتابعوا لعيبة مصر بره وخصوصا مرموش، أنا عايزكم تتفرجوا على مرموش، دايما بيتسأل السؤال ده والحقيقه ينطبق ده على مرموش وعلى صلاح، هو ليه المردود ما بنحسوش مع المنتخب زي ما بنحسه مع الانديه؟ وانا مختلف شويه مع قصه شوف فرق كواليتي اللعيبه وشوف اللي بيلعبوا هنا وفرق اللعيبه، لا انا مش مع القصه دي خالص، بس انا بتكلم هنا على التوظيف والدور. يتفرج على مرموش وتوظيفه كشادو سترايكر مع فريق فرانكفورت، ويتفرج عليه مع منتخب مصر توظيفه أكتر ناحية الشمال كجناح شمال، يعرف قد إيه فعالية مرموش في الدور اللي بيقوم بيه مع فرانكفورت قد إيه فعال وقد إيه مؤثر وقد إيه قادر على الصناعة وعلى التسجيل بشكل مباشر، على عكس شوية الصورة اللي بيظهر بيها مع منتخبنا، رغم أنه مرموش الحقيقة كان واحد من المجيدين في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة. نتمنى له التوفيق، نجم صاعد الحقيقة في سماء أوروبا. طيب نسيب ألمانيا ونسيب فرانكفورت ونروح لفرنسا، واحد ايضا من النجوم المتالقين في ملاعب اوروبا وتحديدا في ليج ان او الدوري الفرنسي، اف سي نونت مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر اللي شارك في مباراه فريقه الاخيره وللاسف انتهت بخساره نونت امام بي اس جي طبعا كبير القوم في فرنسا بنتيجه 2-0 في الدوري. مده مشاركه مصطفى كانت 73 دقيقه، كان ليه خلالهم اربع محاولات على المرمى، نجح انه يكون في يعني اثنين منهم بين الثلاث خشبات، مراوغات أربعة نجح في اثنين منهم، كان ليه إهدار فرصة وحيدة مؤكدة. تمريراته على مدار مدة مشاركته كانت 14 تمريرة بنسبة دقة 57%، التحام أرضي 11 كسب 7، التحام هوائي 2 كسب 1، إفساد هجمات للمنافس 3 مرات، وتقييمه في المباراة دي كان 6.7 درجة. ونونت حاليا في المركز 16 برصيد 22 نقطة، والمباراة اللي جاية هتبقى أمام فريق لوريون في الدوري الفرنسي. خليني اقول لك وخدها على عهدتي، يعني مصطفى محمد ده اخر موسم ليه مع نونت، لو فضل طبعا ربنا يقي شر الاصابه، ولو فضل يعني يحافظ على نفس مستوى التطور في مستواه، انا بقول لك نونت السنه اللي جايه لو ما خرجش بره الدوري الفرنسي
وراح لفريق من فرق المقدمه، يعني راح لفريق من الفرق الكبيره، غالبا غالبا نونت مصطفى هيغادر نونت عشان يروح الدوري الانجليزي، لانه في اكتر من نادي الحقيقه مهتم جدا بخدمات المصري الدولي مصطفى محمد، وخصوصا انه فريق نونت مهدد او قد يكون مع نهايه الموسم مهدد بالهبوط. طيب لغايه دلوقتي ماشيين كويس، الثلاث لعيبه سواء في الدوري الانجليزي مع ليفربول صلاح، مرموش مع اينتراخت فرانكفورت، او مصطفى محمد مع نونت الفرنسي، الثلاثه عاملين سيزون رائع وفعالين جدا، ونسب مشاركتهم ومساهماتهم مع فرقهم محترمه جدا. نروح ايضا للاعب من اللاعبين المتميزين جدا 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 في الدوري التركي ترابزونسبور، يبقى محمود تريزيجيه، اللي شارك في مباراه فريقه الاخيره واللي انتهت بالفوز على فريق بندك سبور بنتيجه 2-0. مدة مشاركة تريزيجيه كانت 82 دقيقة، سجل هدف من الهدفين اللي سجلهم فريق ترابزونسبور. تمريراته في المباراة دي كانت 18 تمريرة بنسبة دقة 83%، وكان ليه أربع مراوغات بس للأسف ما نجحش في ولا واحدة منهم، كان ليه ست التحامات أرضية أيضا ما نجحش في ولا واحدة منهم. تقييمه في المباراة كان تقييم إلى حد ما متوسط 6.9 درجة. وترابزونسبور حاليا في المركز الثالث برصيد 43 نقطة، نتكلم على فريق هو حامل اللقب البطولة حتى الآن، والمباراة اللي جاية هتبقى أمام فريق أدناسبور في الدوري التركي أيضا. نروح لألانيا سبور، النجم المصري أحمد حسن كوكا. أحمد شارك في مباراة فريقه الأخيرة اللي كانت أمام فريق أدناسبور في الدوري التركي، وانتهت بالتعادل بنتيجة 3-3. مدة مشاركة كوكا كانت 17 دقيقة، كان ليه خلالهم خمس تمريرات بنسبة دقة 60%، أربع التحامات هوائية كسب 3. تقييمه في المباراة دي كان 6.6 درجة، وألانيا سبور حاليا في المركز ال 15 في الدوري التركي برصيد 15 نقطة، والمباراة اللي جاية هتبقى أمام فريق قراجمرك التركي. من تركيا للسعوديه وتحديدا جده، يبقى اتحاد جده، احمد حجازي المدافع الدولي المصري اللي شارك مع فريقه في المباراه الاخيره في الدوري السعودي، وكانت ضد الرياض او في مواجهه فريق الرياض، وانتهت بفوز اتحاد جده بنتيجه 2-0. مده مشاركه حجازي كانت 90 دقيقه، نجح خلالها انه يفسد ثلاث هجمات للفريق المنافس، كان ليه خلالهم 91 تمريره بنسبه دقه 90%، تمريرات مفتاحيه مره وحيده، وتمريرات طولية 14 نجح في 9 منهم. تقييمه في المباراة كان 7.4 درجة، واتحاد جدة حاليا في المركز الخامس بيعاني طبعا في الدوري، كان واحد من المرشحين، وهو أيضا حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري السعودي، لكنه حاليا في المركز الخامس برصيد 34 نقطة، والمباراة اللي جاية هتبقى أمام نافا بخور الأوزباكي في دوري أبطال آسيا. لسه في السعودية ولكن مع النجم الدولي المصري محمد شريف. محمد شريف شارك مع فريقه الخليج في مباراة الأخيرة اللي كانت أمام الاتفاق واللي خسرها الخليج بنتيجة 2-0. مدة مشاركة شريف كانت 90 دقيقة، كان ليه خلال 90 دقيقة محاولتين على المرمى، تمريرات 15 نجح فيهم بنسبة 100%، تمريرات مفتاحية مرة وحيدة، عرضيات مرة وحيدة عرضية ناجحة، التحامات أرضية 3 كسب منهم 2، وتقييمه في مباراته الأخيرة كان 6.8 درجة. والخليج حاليا في الدوري السعودي في المركز ال 12 برصيد 22 نقطة، والمباراة اللي جاية للفريق هتبقى أمام الحزم في الدوري السعودي. طيب نروح لحمدي فتحي، طبعا نجم المنتخب الوطني ونجم نادي الوكرة القطري الحالي، شارك في مباراة فريقه الأخيرة اللي أعتقد أمام فريق معاذر لو أنا قريت الاسم بشكل صح، يعني انتهت المباراة بفوز الوكرة بنتيجة 4-2. مدة المشاركة 90 دقيقة، والتمريرات 77 تمريرة بنسبة دقة 92%، وتمريرات مفتاحية مرة وحيدة، تمريرات طولية 7 نجح حمدي في 4 منهم، وكان ليه محاولة وحيدة على المرمى طول مدة مشاركته، التحامات أرضية 14، طبيعي جدا إنه يكسب منهم 12، والتحامات هوائية 4 كسب منهم 2، إفساد هجمات للمنافس مرة وحيدة، وتقييمه في مباراته
مع الوكرة كان 7.8 درجة، والوكرة حاليا في صراع المنافسة على الصدارة، بيحتل المركز الثاني برصيد 27 نقطة. نروح لتابلسي التشيكي محمد ياسر اللي تم تمديد اعارته بالمناسبه، وشارك في مباراه فريقه الاخيره امام بارادوبيس انتهت بالتعادل 1-1 في الدوري التشيكي. مده مشاركه محمد ياسر كانت 45 دقيقه، وكان ليه خلال مده المشاركه يعني مره محاوله وحيده على المرمى، تمريرات 6 بنسبه دقه 33%، التحامات هوائيه 3، كسب او نجح في الثلاثه. تقييمه في المباراه 6.8 درجه، وتابلسي حاليا في المركز التاسع في الدوري التشيكي برصيد 24 نقطه، والمباراه اللي جايه هتبقى امام فريق سيجما في الدوري. الحمد لله قابلنا فريق اسمه سهل في الدوري التشيكي. نروح بعد كده التشيك عموما من الدوريات اللي بتصدر للدوريات الاوروبيه، فنتمنى طبعا انه اللعيبه المصريه اللي بتحترف او بتاخد فرصه. عندنا كمان عمر فايد بيلعب في صربيا، مدافع مصري واعد الحقيقه، وتم اختياره اعتقد في بدايه السنه واحد من افضل الشباب او اللاعبين الشباب على مستوى العالم. يعني عمر فايد شارك في مباراه فريقه الاخيره امام كارفينا زفيردا في الدوري الصربي، خسر فريقه تابلس نوفي بازار، خسر المباراه دي بنتيجه 3-0. مده مشاركه عمر فايد كانت 90 دقيقه، نجح خلالها في انه يفسد هجمه وحيده للفريق المنافس، وقدر يستخلص الكره مرتين. كان ليه خلال مده المشاركه 5 التحامات ارضيه، كسب منهم 3 التحامات هوائيه، 2 كسب الاثنين. تمريراته 45 تمرير على مدار زمن المباراه او زمن المشاركه بنسبه دقه 84%، تمريرات طوليه 11 نجح في 8 منهم. كان ليه خلال المباراه محاولتين على المرمى، وتقييمه بعد نهايه المباراه كان 6.6 درجه. ونوفي بازار حاليا في المركز الخامس برصيد 30 نقطه، والمباراه اللي جايه هتكون امام كوشيفانس تقريبا في الدوري الصربي. يعني عندي كلام كتير جدا، يعني عايز اقف مع طبعا اهم حاجه ماتش ميديام، مباراه خلينا نقول لو الاهلي ظهر مش في حالته في 70% من حالته، قادر باذن الله انه يحسم تذكره التاهل والصعود من هناك. لو ظهرنا بشكل قريب، حتى مش هقول يعني مش هقدر اظلم لا الجهاز الفني ولا اللاعبين بعد فتره توقف طويله جدا في الحسابات على الورقه والقلم، لو الاهلي قدر يسترجع جزء من حالته اعتقد انه نقدر نحقق نتيجه ايجابيه على مستوى الدوافع وعلى مستوى الارض والجمهور. انت بتلعب في دوله كبيره جدا، صحيح ميديامة يمكن ما يكونش فريق جماهيري او فريق عنده شعبيه، لكن اللعب خارج الارض بيدي دوافع كتيره جدا للفريق المنافس، وده اللي اكد عليه مارسيل كولر. هي مباراه بكل معطياتها مباراه صعبه، محدش يختلف على ده، لكن باذن الله ان شاء الله نقدر نرجع من هناك بنتيجه ايجابيه تصعب بشكل كبير او تبعد بشكل كبير فريق ميديامة عن المنافسه، وعلى اقل تقدير لغايه لما نوصل للجوله الاخيره تحافظ على فرص الصداره لنادي الاهلي. ازاي بيفكر كل من الفرقتين في المباراه، ازاي هيظهر ميديامة او ازاي اتغير شكل ميديامة عن المباراه اللي ظهر فيها قدام النادي الاهلي في القاهره، ده اللي يمكن هنتكلم فيه. وبالتاكيد طبعا معايا اخبار مهمه جدا من اوروبا، اخبار ليها علاقه بالفكر والاداره، كلام كبير بيكلموا فيه دلوقتي على فكره نوع من انواع الشراكه اللي ممكن تحصل بين 2 من الدوريات الخمسه الكبرى. مش بكلمك على دوريات صغيره، بكلمك على دوري بحجم الدوري الالماني، وبكلمك على دوري بحجم الدوري الاسباني. ايه طبيعه الشراكه، وايه اللي يدفع القائمين على مسابقات ليها الحجم والوزن ده على مستوى العالم مش بس على مستوى اوروبا في ان هم يفكروا في شراكه من نوع ما؟ عندنا كلام كتير كمان على تشامبيونز ليج، على جولات دور ال 16 بشكل عام، والجولتين بتوع امبارح ايند هوفن بروسيا دورتموند،
والانتر واتلتيكو. النهارده طبعا زي ما قلت لكم في مواجهتين مهمين او في منتهى القوه ايضا، اخر مواجهات دور ال 16 لقاءات الذهاب، عندنا نابولي في مواجهه البارسا، وعندنا الارسنال في مواجهه بورتو البرتغالي. وما تنساش انه في حركه عنيفه جدا على مستوى التنقلات، مش اللاعبين، هو في لاعبين طبعا، لكن على مستوى المدربين اعتقد في ثوره هتحصل على مستوى تغيير المدربين والاجهزه الفنيه في اوروبا بدايه من الموسم المقبل. كل التفاصيل هتكون مع ضيوفنا العالمي بلال محسن والظاهره احمد مصطفى، ضيوفي في السادسه لكن بعد الفاصل.